نشكر السيد عامل عمل المحمدية على المجهودات الجبارة اللي قام بها هذا والناس اللي تابعين لي على صعيد العمالة. كنشكر السيد رئيس الأمن الإقليمي المحمدية لأنه تو كان طرف هذا. كنشكر المجلس البلدي بأكمله لأنه تو كان قدروا ياخذوا هذا البادرة، لأن شحال من مجلس وشحال من مسؤول داز ما قدرش يتصدى لهذا الغول اللي هو كان يعني طاغية في المدينة. هذا المهم المسؤولين قاعد تفهموا وصدروا هذا القرار اللي هو شجاع، قرار اللي هو قانوني ماشي جائر ولا يعني كان قرار قانوني، لان قرار اللي وتاخر طال متاخر بزاف، راه تقريبا دابا 7 سنين ولا 8 سنين حنا كنطالبوا بهذا القرار هذا. اولا كننبه الناس بان المجلس البلدي اليوم عنده الجراه انه كيصرح بان الطوبيس ما عندوش النقل الممتاز، ما عندوش التحملات، وهذه سابقه وخطيره بالنسبه لهم هما يوم بالنسبه للسلطه المحليه، وكنصدروا عليها بالخط الاحمر واعتراف متاخر. ومن ناحيه اخرى كننصرح بان المسائل اللي جاوا بها كان هذه المسائل كان خصها تصدر من قبل، ولكن ملي جات اليوم هي شبه ارتياح من الناس ديال الطاكسي الصغير، وكنتظروا ان المساله دوز بالنسبه ل 05 905 906 اللي مكرر. بالنسبه للطاكسيات الكبار حنايا كنطالبوا وكنشدوا وكنلحوا على الطلب ديال ان هاد الطاكسيات خصهم يتمركزوا بين المحطات ديالهم اللي ملتزمين بهم. بالنسبه لي اليوم انا مرتاح وغادي نخرج علم الاخوان ديالي السائقين باش يرتاحوا كثير، لان اول مره في الحياه ديال المجلس البلدي انه اعترف على اساس ان الحافله ديال النقل الممتاز متبقاش. في نظركم شنو اللي خليه يعترف في اخر لحظه؟ تنظن ان يعيا الباطل تيجري تيعيا وتيجي الحق منه، هذا مثال شعبي. كاين اللي غادي يقول انه كاين هنا شي خفايا وراء هذا الاعتراف المتاخر في ضربات الجزاء كما كيقولوا. بالنسبه لنا احنا ماشي ضربات الجزاء، هذا حق ديالنا وحق مشروع. لا طبعا هو حق ضربنا عليه مع جميع الهيئات النقابيه والجمعيه ديال السيارات الاجره الصغيره. نضنا عليه وهذا حق، راه ماشي وطبعا حضرنا في التجهيزات ديالكم. اذا شكرا، وناخذوا نعطيو الكلمه من بعد الاسم والصفه الابتسامه ديال بلشان. هذا قاري عبد الله اسم منظمه الديمقراطيه الكاتب العام. اللي كنشوف اليوم عمرها ما بانت ليا الشفافيه والديمقراطيه ديال المجلس البلدي، لانني احنا كل جد احنا فرحانين والله فرحانين، وكان نتيجه صاخبه قمتوا بها مؤخرا، ولكن انتم على عين على النضال وعلى النضال اللي ضربنا، ولاني الحمد لله اليوم كنخرجوا كنا ناشطين وعندهانيين ناشطين، بقى لينا هاد اللجنه اللي غادا تدار باش تكون نقدروا نقولوا دابا واش رجع للدفء العلاقه ديالكم بالمجلس البلدي. الحمد لله. السبب في ذلك من كثره النضال. كثره النضال يعني النضالات ديالكم عطات العقل ديالها، كثره الوقفات الاحتجاجيه وناضبنا وعينا وتكرفصنا، ماشي جميع الاخوان وجميع النقابات ساندوا، واللي كنشكر بزاف هما الاخوان النقابيين كلهم اللي انضموا وداروا ايد في ايد وصوبوا الامور بخير وتجدد الامور، وكنشكروا طاط السلطه اللي جمعتنا. اذا شكرا لهذه المغازله الحشمه الزنادي. بعد الاسم والصفه نقول الابتسامات ديالكم. تيراني ادريس امين عام منظمه الديمقراطيه للشعب. انا اول مره كنحضر مع الاخوه ديالي في هذا الاجتماع اللي ما كنتش النقابه ديالنا جديده. شحال العمر ديال النقابه ديالكم باش المشاهدين والساكنات محمد يعرفوا؟ مكتب جديد بعدا، المهم يلاه سنه. غير هو انا كنشكر بعدا محمد يعرفوا هي اللي قدرت توصل الصوت ديالنا للاخوان السائقين وطنيا واقليميا وحتى دوليا. اذا انتم مرتاحين، يعني انتم مرتاحين دابا لهذه القرارات؟ مرتاحين لهذه القرارات. نشكر انا الهيئات النقابيه هما اللي تكتلوا، وهذا زعما ربح لينا كلنا، ربح لينا كنا كلنا في الصف
المهم متساندين بعضياتنا. من بعد اسم استفاء الاحتسام خوي حسن منظمة ديمقراطية الشعوب. القرارات شوفوا تنفرحوا بزاف مزيان بالسليس وعلى الاخوان ديالنا القاديين كلهم اللي ساهموا معنا وجراو ووقفوا وقفات احتجاجيات وناضلوا تنفرحوا اليوم تنفاجئوا بالنتيجه ديالنا حنا خديناها ان شاء الله اليوم وحنا فرحانين. المهم هذاك الشيء كل شيء تنضربوا المهم حنا يعني التضحيات والنضالات ديالكم ما مشات 100% وفرحانين بزاف وفرحانين والمجلس والله نشوفوا هذه الفرحه هذه الناقد اللي معنا اللي اسمه كريم نائب ديال الكاتب العام السيد كتشاطرهم في الفرحه ما يمكن الا نشاطرهم في هذه الفرحه اليوم واللي كان بالنسبه لنا واحد القرار تاريخي اللي خداه المجلس البلدي وكنشكرهم وكذلك كنشكر حراره كنشكر الاخوان اللي كانوا كيساندونا كنقابات في الوقفات ديالنا من المهنيين وكنزيد كنشد على يديهم وكنقول لهم باش يستمروا في هذه النضالات والنتيجه ها هي نقطه بعدا كما كان كاين الاخوان عبر المحطه ديالكم في محمد البريس واللي كنشكرها واللي واكبتنا في النضالات ديالنا وانتم كنتم معنا كاع في هذه المحطات النضاليه اللي خدينا اليوم عطى الثمار ديالها مجهود هاد ديال الاخوان المهنيين مع الناقبين ديالنا حنا لا يتجزا المهنيين. اولا كنشكر الناس المهنيين المجلس البلدي لأن القرار اللي خرجوا صراحة كانت واضحة وصريحة من بين القرار هو التزام الممتاز بالعلامات ديالو داخل المدينة باش ما يفوتش التراث ديال المدينة المحمدية وكنهيئوا بهذا القرار اللي اتخذوه ولكن كنعسلوا باش هذا القرار باش ندخلوا لأن الناس ديال الزيارة الأخرى للصفين الأول ولا الثاني لأنهم متضررين وكانوا كينتظروا هذه الدورة هذه مدة طويلة باش يعرفوا شنو غادي القرار اللي غاتاخذوا باش هذا النقل الممتاز والان راه كلشي باين غير رساله للمسؤولين ديال المجلس البلدي باش يعزلوا هذه اللجنه اللي غادي يديروا لجنه مشتركه ما بين السلطه الوسطيه والسلطه المحليه الامن وغيكونوا حتى حنا كممثلين ديال النقابات سيارة الاجر الكبيره والصغيره باش حتى حنا نشاركوا في القرارات اللي غاتاخذوا غير كنا نطلبوا من هاد الناس باش يعزلوا هذه اللجنه باش يخرجوا يحطوا نصف العلامات الى ما نخبيوش عليكم بالامس لقينا واحد الاستدعاء على عجل بالظرف الصعوبات المحليه على اساس باش نحضروا واحد انعقاد واحد الجلسه ديال السير والجولان كتتعلق بمناقشه واحد النقاط اللي هي ساخنه كتم قطاع سير الاجراء من الصف الثاني للصف الاول بالفعل لأول مرة في تاريخ ديال المحمدية كتجمع تقريبا واحد العدد ديال يمكن ما يناهز 20 هيئة نقابية وجمعوية اللي كتمثل هاد القطاعات. حضرنا النقاش كان ساخن كان في عراك كان في توتر وبناء على هاد المناقشة اللي دازت في لجنة السير والجولان خرجوا إخوان الجميع اللي كيبقوا سيارة خرجوا الصف الثاني خرجنا بعدة رسائل اللي وجهناها للسلطات المحلية على رأس السيد العامل ووجهنا واحد الرسالة أخرى للسيد رئيس المجلس البلدي والحمد لله هاد الرسائل اللي هي توجهت لهاد الوجهتين اللي ذكرت عطات ديالها والصادة ديالها. الموضوع الآخر هو كنطالبوا المناضلين والمهنيين باش يوحدوا الكلمة ديالهم وندخلوا في نضالات أخرى مع الناس ديال وزارة النقل والتجهيز والناس ديال العدل من أجل يقنوا لنا أو يوجدوا لنا واحد الآلية اللي هي كتتعلق بالصحة ديال رخصة السياقة في حالة الحادثة. كاين اليوم في هذه الدورة اللي خلال ما سمعنا التدخلات ديال المستشارين الجماعيين وشيء فما علينا الا نقدموا لهم الشكر الجزيل على هذا العمل اللي قاموا به اللي هو عمل انساني عمل اجتماعي واللي بغينا ناكدوا عليه انه تفوتات هذا الميل في جمعيه الاعمال الاجتماعيه حنا ما عندناش شي حجزات ولا شي صراعات بين جمعيه الشؤون الاجتماعيه اللي كنطلبوا منها فهي
تنفذ كل كلمة جات في الدورة ديال اليوم بالنسبة للمشروع. إذا شكرا معنا حسن بخلورات كاتب العام ديال المنظمة الديمقراطية للشغل. الأربع بطاقسيات اعتبروا اليوم تاريخي، أنتم ما كيف تعتبروا؟ أولا الحضور ديالي اليوم هنا ليس كمنسق إقليمي بل ككاتب فرع بلدية محمدية، واللي ما فيها بأس لأن هذا مسكين هو كيهم أصحاب قطاع، لأن النتيجة اللي زاد اليوم زاد عبر نضالاتهم عبر تنسيقياتهم، النتيجة اللي خرج بها المجلس اليوم بالنسبة للمساكين ديالهم أنا ما نقولوش تحلات اليوم مساكين بالنسبة ل 100% راه جزء من المطلب ديالهم، لأن مازال من المطلب ديالهم مازال من المطلب ديالهم سائقان، ومازالت هناك نضالاتهم.